بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى وحوي وحن براني نامان تهدي سبحانه وتعالى قواس أو أين إلهي كجمن قلينه عذر ردا حنون ردا مصيبوينكا بلايوينكا إنو إلهي إن قرب مريم أو إن قفقي أو إلهي إن قيلالي سببتو إلهي أينبا وح إلالي إلهي أنبا عافيمات كبحية إلهي بان عذر كلبضة بكينا مركا إلهي سبحانه وتعالى إله وين ديغسيقا واسعا كبيركا دنبدافك بدن رحمة ديسو وين تهي نحريس ديسو بلاران تهي أيينو برينا دعادة مركا وادقة دبدا هايسان إن شاء الله وبرنا إيسان كدبنا قف والبوحة لباهن يهينو دعوين كان كدو عايستو أو إلهي أو كما كان قال سبحانه وتعالى وآية أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءتي نقمتك وجميع سخطك بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
هدبا لا مصو وحوي دعاء أيان دين شحيام دعاء أيضا قرآن نواتاس وضع أركي دونتان دعاء أيان دين شرح يا مركورة إن دعاء وحل هذا هي وضعها إسم اللهم اللهم أي الله إسم إلهي معنيه وحوي إلهي إني أعوذ وحان إلهه كما جنجليا كما جنجليا وهذه قد دفاع ذا من البرص عذر كبرص وكد عجدك هي مقاك مهرق بني آدم والجنون هي عذر كوالدة كد عمس كحدة والجذام هي عذر كجذامك تدعونك إلهي بينه كما جنجلنا ومن سيئ يمد كستاوح او الاسقام كم اذا عذر رد حن عذر كستاوح الى هيوان كم غنغل مركا عذرك كو كستاوح وين دلاي كم غنغشوي سيدو النبي جنبا او كم غنغل جري سوغو كدو عيسن يا دعاد واكلور النبي جري صلى الله عليه وسلم اللهم إلهيو إني أعوذ بك وحن كام جنجليا من زوالي إني إكتو أميغ السوشو نعمتك نعمة هذا نعموينك عافماتك إيو نعمة ولدك أو إلهي عرور كسيي أما نعمة حولها إلهي كسيين وإلهي كاتسيو وين إلهي كام جنجش وتحولي ييني حول انتو عافيتك عافيماتك ما عافيسكاك وعافيماتك يوعدو سبدلو إله هو انكاما غنقلي سيداس النبي وكل عايسين جري مرك وياهي وعاك لو ديجي رسولك إلهي صلوات الله وسلامه عليه وفجاءتي يا إله هو انكاما غنقلي فجاءتي دق دق نقمتك عرادة دو يقصو دك دكتا عرادة يو عرادة إلهي وكوكسو يقين يقصو دك دكتو إلهي وانكام مغانقلي سيدا موت القفلها يهل مرء وحول ويدو أما أوبادك ويدو أما عافماتك آد ويدو أما النبت قليدا يا أمانك آد ويدو وارباتك ديس أه وارباتو دك دك أه مركا إلهي وانكام مغانقلي سيداس بوديه جري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحك لو ديه جري رسولك وجميع سخطك وحن كان مغنقليا جميع سخطك دمان وحك استو عرادة ده سخط وحل رادة عرادة إلهي وكو عروني مرك إلهي وهي عروني نوي وحن كان مغنقليا عرادك استبا وياهي وعكر رسولك إلهي مالن والبو يهبين والبو أخري يجري دعاذا وآه بسم الله إلهو مقع إلهي أيام الذي مقع إلهي لا يضر آن لبين مع اسمه مقع عيسى لشركيس مقع عيسى لشركيس وحمد بي شيء شيء مقع بيده في الأرض للك مركا وحويا كركيس سار ولا في السماء يسمد كركيده سمد يدول كدخده وخ جوغا او مغع الاله الى جيركيسا وخ ديباتا ددك او غيسن كرا ما مخلوقا او غيدسن كرا ما جيرو وهو الهنا السميع ومقلدن او وخ ولب او مقليا العليم وانا عليم وخ ولب او اوغي الهي سبحانه وتعالى دعاء النبي الهي وحيوري صلى الله عليه وسلم قفك اخريا صدح جام قفك آخرية مستجر صدح جار قفك آخرية مالنتي أن إلهي سبحانه وتعالى ابتلوينك إيا بلايوينك إيا مصيبة دوكهايا ومصيبة كمدعضو وايحي قفك آخرية هبينك صدح جار وحر رسولك إلهي هبينك وح مصيبة كمدعضا مرك وايحي مركا
xadiidkana waxaa wariyey Abbaan ibnu Cuhmaan, Abbaan ibnu Cuhmaan ibnu Cafaan radiyallahu canhu waardaah. Saxaabiga la yidhaahdo Cuhmaan ibnu Cafaan wiil uu dhalay weeye, wiilkaas ayaa aabbihii buu ka warinaya. Aabbihii oo ahaa Cuhmaan oo saxaabi nebiya ayuu ka warinayaa xadiidka. Markuu sheegayana waxa weeye waxaa ku dhacay cudurka faaliga loo yaqaano faalig ama faliij. Faalig waa maxay? Waa gacanta iyo lugta oo qofka qalasha, waa stroke, dhinac baa qalalaya oo lugta iyo marka wax gacanta ayaa qalalaysa. Dabadeedna waxay ku dhaheen dadkiiba, waxay dhaheen Abbaan ibnu Cuhmaanow, haddii ducadan la akhristo oo aada adiguna akhrisato, maxaa kugu riday cudurka? Muxuu kugu dhacay cudurka faaliig loo yaqaan ama faliij? Muxuu kugu dhacay shalal baa la yidhaha? Shalal waa faalig. Ilaahay baanu ka magan galnay, waa dhinacaas oo qofka qalala oo aan shaqaynin. Wuxuu dhahay Abbaan ibnu Cuhmaan, ilaah baan ku dhaartay ducadu waa duca saxiixa weeye, waa duca saxa weeyaan, qofku hadduu akhristo cudur kuma dhacayo. Laakiin anigu maalinta cudurkan igu dhacayay waan ka tegay buu yidhi ducada, maan akhrisan maalinta. Subxaanallah, maalintii uu ka tegey ayaa cudurka faaligu ku dhacay. Marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaan inaguna akhrisano ducadan si uu Ilaahay nooga ilaaliyo cudurrada iyo musiibooyinka iyo balaayooyinka adduunka iyo aakharaba. Ducooyinka markaa waxa weeye waa inaad ku celcelisaan oo markaa waxa weeye Ilaahay aad ku magan gashaa. Markaad Ilaahay isu dhiibto subxaanahu watacaala, oo aad Ilaahay barido, oo aad Ilaahay wax walba aad u tala saarato, wax ku gaadhayaa ma jirto. Saruu kacaya, iimaankaagu wuu ziyaadaya, cabsida iyo baqdinta ay dadku ka baqanayaan cudurka coronavirus waxa weeyaan adigu maba cabsanaysidba. Adigu qadarkiiba aad rumaysan tahayba, oo waxaad dhahaysaa qul lan yusiibana, qul lan yusiibana, nama asiibayso oo naguma dhacayso maxay? Ilaa maa kataba allahu lana, wax ilaahay uu noo qoray mooye, ilaahay baa noo qoray. Saasun buu dhahayaa muuminku, dhahayaa muuminku sidoo kale kataba allahu lana, ilaahay baa noo qoray buu leeyy. Haa, oo musiibadu haddaad xitaa ilaahay kuu qoray oo aad gurigaaga dhexdiisa joogto way kugu dhacaysaa weeyaan. Haa, kuma seegayso wixii ilaahay kuu qoray, meel walba way kugu dhacaysa. Dhimashada ilaahay wuxuu yidhi meel wal kasto aad joogtaan, haddii dhimasho laydin qoro waa ku dhimanaysa. Walaw kuntum fii burujin mushayada, haddaad guryo aad adag aad ku jirtaan dadow, oo guryihiinu ay buuqiyo dhagxaan iyo xadiid iyo naxaas ay ka san yihiin, oo haddana markaa waxa weeyaan inaad dhimataan laydin qoray, wallaahi way idinku dhacaysaa oo waa dhimanaysa. Aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay qur-aanka, haddii dadka dhimashada loo qoray labaraza aladiina kutibal, waxa weeye way soo bixi lahaayeen kuwii loo qoray maxay? Alqatlu ilaa madaajicihim, kuwii in la dilo loo qoray meeshay ku dhimanayaan ayay aadayaan. Haddii ilaahay uu kuu qoray inaad meel heblaayo ku dhimato, waa tegaysaa un, adunbaa carar ayuu tegaya. Ile waxa weeye xabaashu ma socotaa la yidhi, qofkaa socda, qof walba xabaashiisu aadaya meesha lagu aasayo ee lagu duugayo ee naftiisiyo markaa waxa weeyaan ay dhulka uu ka gelayo ayuunbuu aadaya. Laakiin xabaashu ma soo socoto, kuma imanaysa adiga, adaa u tegaya meeshaad ku dhimanaysa, adaa tegaya. Subxaanallah, marka waxaa loo baahan yahay in iimaankeenu uu sare u kaco weeyaan, oo aad Ilaahay barido, oo salaad kasta aad Ilaahay ku barido, oo dembiyada aad Ilaahay markaa uga toobad keento, iyo macaasida iyo sayi-aadka iyo waxyaalaha foosha xun leed samayso ee aad ku kacdo, iyo waxyaalaha xunxun ee beenta iyo xanta
iyo isku dirka iyo markhaati beenaalaha iyo xumaanahaad ku hadasho ee afkaaga ka soo baxay inaad kantaroosho oo aad xukunto oo aad maamusho wey oo aad ilaahayna weydiisato towbad weeyaan. Markaad ilaahay towba weydiisato, ilaahay towbadda uu ka aqbalay. Ilaahay waa gafuuru raxiim weye, towbadda ilaahay uu ka aqbalay subxaana wa tacaala. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad adigu sababta la timaado ood ilaahay towbaddii weydiisato, is ilaaliso, naftaada ilaaliso, xoolahaaga ilaaliso, caruurtaada ilaaliso, naftaada aada mas-uul ka noqoto, ilaahayna aad baryo, cabsida faraha badanna iska dayso. Cidda keliya laga cabsada waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, falaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum mu'miniin. Falaa takhaafuuhum, ha cabsan, ka cabsanina, cidna ha ka cabsanin buu ilaahay ku leeyahay. Wakhaafuunii, aniga uun iga cabso. Yaad ka baqanaysaa Allah, yaad ka cabsanaysaa Allah. Ha ilaahay markaad ka cabsato geesi baad noqon, geesi libaax baad noqonaysa. Laakiin qofku hadduu makhluuq ka cabsado, fulay buu noqdaa, fulay buu noqonaya. Laakiin qofka ilaahay ka cabsado waaba geesi waaba libaax buu noqonaya. Subxaanallah, hadiyay libaax buu noqonaya. Marka waxa weeye, waxba ha ka cabsanin, hana ka baqanin, waayo wax walba waxay ku soconayaan qadarka ilaahay. Wax walba waxay ku soconayaan wax ilaahay uu qoray weey. Alqadaa'u walqadar baa la yidhahda, wax ilaahay go'aan. Waayo xadiiskii nebiga wuxuu yaa ghulaam, yaa ghulaam ayuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, wiilow buu yidhi. Ibnu Cabaas buu la hadlaya nebigu calayhi salaatu wasalaam, wiilow ixfid illaaha yaxfadka, wiil yahow ilaahay ilaali ha ku ilaaliye. Soo ma rabtid in ilaahay cudurrada iyo dhibaatada ka ilaaliyo? Ilaahay ilaali diintiis. ixfid illaah yaxfadka, ilaahay ilaali, allaha ku ilaaliye. ixfid illaaha tajidhu amaamaka, ilaahay ilaali, haddaad ilaahay ilaaliso, diintiisa ilaaliso, oo aanad ku xadgudbin, hortaadaad ka helaysa ilaahay. Ha ilaahay baad hortaada ka helaysa. Ha waxaad helaysaa ilaahay oo ku caawinaya wey. Ha subxaanahu wa tacaala. Markaasuu nebigu waclam, waclam ayuu dhahay nebigu, ogsoonow, waa inaad ogsoonaataa, anna alumma law ijtamacat, haddii dadka dunida joogo dhan calaa an yanfacuuka bishay lam yaktubhu allahu laka, hadday dadka dunida joogo dhan isu tagaan oo ay dhahaan waxbaan ku siinaynaa oo waxbaan kugu anfacaynaa oo khayr baa lagu siinayaa oo madaxa taaj baa lagu saarayaa oo lacag baad helaysaa oo boqor baad noo noqonaysaa oo waa kan oo gabadh baan ku guurinaynaa oo maaragtay wax walba lagu siinaya. Ha hadday sidaa kugu dhahaan dadku oo aanu ilaahayba kugu qorin ka waran, lam yanfacuuk, wallaahi waxba kuma tarayaan buu yidhi nebigu. Marka laga reebo ilaa bishayin qad kataba allaahu laka, wax ilaahay kugu qoran baad helaysaa dunidan. Waclam ogsoonow, anna alumma law ijtamacat, ogsoonow hadday dadko dhan isu tagaan, calaa an yaduruuka bishay, si ay dhibaato kugu geystaan, haddii viruska iyo bakteria iyo mushrooms iyo jiiska adduunka joogo dhan isu tagaan oo ay dhahaan hebel baan gelaynaa oo aanu ilaahay kugu qorin ku geliba maayaba, haddii sixroolayaasha dunida joogo dhan isu tagaan oo ay dhahaan hebel baan sixraynaa, ma heblaayo ayaan sixraynaa oo aan ilaahay kugu qorin kumaba geliyaba sixir. Bal ka waran, haddii jinka iyo insigu ay isu tagaan oo ay dhahaan waanu cawriyaynaa oo il baan ka saaraynaa iyo saaruukh, oo aan ilaahay kugu qorin kuguma dhacayso cawrida ishooda. Wax walba waxay ku soconayaan biqadar illaah, biidni illaah. Sixirka aad aragto iyo dadka la sixro wuxuu ku socdaa idanka ilaahay. Qaala allahu wamaa hum bidariina bihi min wamaa hum bidariina bihi min axadin ilaa biidni illaah. Sixirku dadka ma dhibo ilaa idanka ilaahay unbuu ku dhibaa dadka. Ilaahay markuu ogolaado un ayuu dhib u geysan karaa bani aadamka.
بكوا قرن هاي سحر بكا حكام قاضي مرك وحقيستان وحكو كاه إبليس إبليس أيام ما أنت ذن وح الربين وقبل بو ودي بعته وقيست لكن حقوق قيسان واي إلهي بان أقلان نويا هدي إبليس ما أنت لو رئيسته أو إنترفيو لقى قاضي أو رئيسي أو لقول له ضدك سداد وقل الله إلا هو عدو ونعب وعل هيس إنمي وي إبليس إنمي أوف يو ومرك هو عدو هدي لو رئيسان لها محور الله تذكر النار تهيلا سوغلان ومن عذاب لها الدنيا آخرا لكنه ما سورته بس إلا وحي الله هو أقلاده مويان سبحانه وتعالى مرك الضدك قارب إلهي أنا أقلاني وإلهي كإلالني إلى عبادك منهم المخلصين أضوما دا إلهي يا مخلصين تا يا أما إلهي وصعب وكدو ودتك كلا أيقنا إخلاق اللي إلهي درتي وعابدي كواسي وحويني يا شيطان كحوك مقاضي ساد درتي إيمانك وانو سروك عام وانو إيمانك أقول زيادة إيمانك وانو كردان وانو دلاهي بريدان عبسيدا أتكاك عبساني سفيروس يا بكتيريا إن أتسكير إسويا أو أتسيدوك لنا إسئلاليسو أو وحا عدوه رضي كوكيني أنا أتسكياليسو إلهينا أتبريدو إلهي كليجينا أتكعبسط بلا فامي واي هاي دعادي با هل مرخين لنا امين توين لدوه مرك اللهم اني اعوذ بك من البرص قولوا امين اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله.